أهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. أكد مرصد أفاد الحقوق بأن معاناة آلاف أو عشرات الآلاف من المهجرين قسرا من سكان منطقتي جرف الصخر والعواسات التابعتين لمحافظة بابل ما زالت مستمرة منذ 8 سنوات، في سابقة لم يشهد لها التاريخ المعاصر منذ عام 2003 وتحت أنظار الحكومات المتعاقبة. وقال مرصد أفاد بأن مشهد معاناة المهجرين يتكرر في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى والتأميم في ظروف نزوح وعوز وجوع، مفتقرين لأدنى الاحتياجات الأساسية. اتهم المرصد الحقوقي الحكومات المتعاقبة بإهمال ملف النازحين والمهجرين وعدم الالتزام بتوفير المستلزمات الضرورية من مراكز صحية وتعليمية، رغم أن غالبية العائلات المهجرة من الأرامل والأيتام وكبار السن ممن فقدوا المعيل بين القتل والفقدان والسجن والنسيان. دعونا نستمع إلى جانب من مناشدات النازحين في مخيمات عامرية الفلوجة في المقطع التالي كما رصدها مرصد أفاد الحقوقي. ناشد الناس الخيرين مخيمات العامرية، لا حول ولا قوة، وبلكت يرحمون بينا أهل الخير. يقول له أرامل ومرضى وحال الضيم حالنا، وياجركم الله ورحم الله والديكم. إحنا مخيم السعادة ندعو من الناس الخيرين إن شاء الله يلتفتون لنا. إحنا سب يعني بظروف شتاء ومحتاجين النفوق ومحتاجين صوبات ومحتاجين يعني خيمنا تعبانة، ونريد يعني من الناس الخيرين بلكة الله يا رب، وإن شاء الله الله يعني يجيبونا يعني هالشيء المحتاجينه يجيبونا يا إحنا هسا حيل ناس تعبانين والدنيا هسا جاي تمطر والله، والخيم هاي حيل تعبانة مالتنا، نفوط مخلصين، صوبات ما عندنا، بطانيات ما عندنا، ويعني حتى يعني منظفات هسا كل شيء ما عندنا هنا من زمان والله، ولا مي حار والله، هاي جيزرات هنا وماكو. هسا واحد يقعد الصبح يغسل والله ما يلقى ماء، عود نروح لما يحمي لما يجي، وتعرفي العوائل ما يرهم بو يحميان. والله نريد يساعدونا، ردتنا للجروف ومبهدلين هنا، والله ينطيهم ان شاء الله يردوا يسوون العوده ان شاء الله للجروف، والله مبهدلين هنا، لو يردونا على التراب احسن لنا وخير لنا، مو على الترابات نروح نقعد ناخذ خيمنا لبنان ونقعد، بس يردونا اهل الخير اهل المروه، والله العظيم مبهدلين هنا. ونشر مرصد أفاد مناشدات وشهادات لنازحين ومهجرين من مناطق مختلفة في العراق. وبحسب شهادات النازحين المقيمين في مخيم العامرية المركزي، فإن هؤلاء النازحين يواجهون ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة في ظل غياب الرعاية والمساعدات الإنسانية، وخصوصا أولئك الذين زادت أوضاعهم الصحية من معاناتهم. دعونا نشاهد جانبا آخر من معاناة النازحين، خصوصا الذين لديهم حالات مرضية فاقمتها أوضاع النزوح قبل استعراض التغريدات على وسم أغيث النازحين وأعيدوهم، فنتابع. جرف الصخر وصلنا 8 سنوات، عندي والله هذه بنية تحتاج إلى علاج طبيعي، تحتاج علاج، وتعرفون شغلة المريض، والله يجيب الخير اللي يساعدنا. وأنا هم مريضة، عندي قلب وما حالتنا تعبانة، يعني ما عندنا حتى نوبات نبيع الوجبة عم نوديهم للطبيب. اي والله هاي الناس تهل الخير الطيبين ان شاء الله، ناشد الناس الخير. اي والله جزاكم الله خير. يا ذول اللي تام اثنين، هذا عنده ضمور بالدماغ، وهذا اهم على حد هم الحمد لله زين، بس هذا مريض ويتام الام والاب، وانا والله مريضة، وجو هذا عندي يا مريض وماني كنتراك على علاجه، فعادي أنا أرجو من الطيبين الخيرين ينطوني شيء عالجه، والله ما عندي شيء تريد عالجه. أنا حسان عبد العبود
نازح من منطقة العباسات، تعلمون منطقة العباسات ما لها رجعه، وعندنا مرضى والله العظيم هاي تقارير كاملة، وتعيشها صعبة ومساعدات ماكو، وقف الله على الطيبين يعني يجونا القاسم الله. وهاي الطفلة كلها وحدة وما حد يسوي عملية، ما حيسوي لها عملية، وهاي تقاريرها كاملة. سارة عبد الله رسول وعملتها شبر مالي، عمليتها مليون ونص والله. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت وسم أغيثوا النازحين وأعيدوهم. ريمة تقول: من المعيب جدا أن نكون على أبواب 2023 نازحين تم طردهم بالقوة من قبل ميليشيات مدعومة حكوميا. تقول ريمة: العار لمن جعل نفسه وصيا على هذه العوائل ولم يحرك ساكنا، العار للسياسة ومجرميها ومرتزقتها، العار لمن رأى وسمع وسكت. ميمون الباس تقول: لا أجد أي سبب لبقاء نازح عراقي واحد غير أن هناك مؤامرة ضد مناطقهم وسرقة لمخصصاتها وأموال السحت يتقاضاها القائمون على ملفاتهم. صهيب الزبيدي يقول: يتعرض النازحون للابتزاز من قبل بعض الأجهزة الحكومية الأمنية والمحلية ومن قبل بعض الشخصيات المتنفذة، تارة باستغلال لا أخلاقي وتارة باستغلالهم من قبل بعض الزعامات السياسية كورقة دعائية انتخابية. تغريدة من الشيماء تقول: ربي هد الظالم وذله وهين كل شخص يعينه ويسانده، وكل واحد شايف ظلم وساكت لأنه خايف على مصالحه القذرة كما أسمتها، وفرج عن المظلوم وانصره واجعل رحمتك واسعة، رحمة الله واسعة. أغيثوا النازحين وأعيدوهم. معنا اتصال أبو عمر من الناصرية. أبو عمر، 8 سنوات على هؤلاء النازحين في مخيمات عامرية الفلوجة ولم تقم أي حكومة بإعادتهم إلى مناطقهم، أهلا بك. ما هو السبب؟ ألو، برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك أبو عمر. أبو عمر تسلم وياك من الناصرية. أهلا بك، الله يسلمك ويخليك ويحفظك، يا أهلا بك. طبعا بالنسبة خطية هذول شنو يذلبهم؟ نعم، يعني شنو يذلبهم؟ يعني هذول كلهم دواعش، دول مو عراقيين. إذا كانوا دواعش فيحالون إلى القضاء. إلى القضاء، نعم. نعم عمي عمر. بس هاي الشغلة متفق عليها، يعني ما يعني مشكلة هذول، هاي حكومة الميليشيات يعني أدت العالم، أدت الخطية. شنو يذلبهم؟ الشايب الكبير، المرأة الكبيرة، عندهم مرضى، ليش هم يعني هم حتى بنفسهم حتى هم نفسهم يقبلون يعني يقبلون عوائلهم؟ ما يعني مشكلة هاي عمي، مشكلة هاي. نعم. يعني هاي تقبل يعني الخطية من تقبل معدهم بالنسبة لجزء الصخر، بالنسبة للرمادي، يعني مشكلة هاي. الموصي يعني سوقته بالعالم، دمت العالم دمار، ما قابلون من أول. الله هذا قادم على كل شيء قدير يا إلهي. زين يا عمي يا عمر، يعني مشكلة، والله مشكلة، يعني أنا جاي تعاني خطية هذا الشتاء. نعم. زين الحكومة يعني وين عن هذه القضية؟ الحكومة، كان الحكومة الحالية ولا السابقة ولا اللي قبلها؟ عمي ذولا ما عليك عليكم، هم جاي يتقمون بالعدنة، جاي يتقمون بالشعب. شنو هذا اليوم طلع لي فلوس ولا جاي رجع لي فلوس؟ هاي مو الفلوس، هاي الأموال، هاي ربع الأموال، هاي ربع الأموال. هم معروفين اللي يبقون السراق، معروفين، هم معروفين يعرفون هو معكم نفس الكتلة همنا. قال لا معروفين يا عمي، جاي فلوس والله، جاي يضحك على الشعب العراقي، يضحك على قولتنا. عمي شفتم يا السوالف هاي تمرتونا دمار. نعم. شنو ذلك العالم؟ شنو العالم؟ العالم شنو خشمه؟ شنو ما نعرفكم احنا؟ عمي انتم مشكلة، انتم مستقلين على العالم، هاي تمرتونا دمار. قطيع الناس الحين شنو ذلك حاطين القيم؟ يعني العراق خلي بخيمة، يعني هذا بلادي خلي بخيمة أنا. نعم. يعني هو ابن الوطن يا عمي، والله هو ابن كتبت عليهم،
الله شافك هذا بالنقريه، والله قلبه سكين يعني خطيه، والحين يا الله يوم يرفع رب العالمين يا الهي ترجع مسالمين لديارهم. حطيتوهم جبتوهم بالسجن والله يا والله يا عمر. نعم. يعني الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم. انا شاهد على الكلام والله يعني بريئين جابوهم والله العظيم ناس ساكنينهم. نعم. يعني كتونا يموت اللي يموت والله العظيم. قل يحيى يحيى يا عمي. نعم. واهلهم يعني حصر عليهم يشوفوهم. أنا أشكرك أبو عمر من الناصرية كان معنا. دعونا نذهب إلى ملف آخر وإلى الفساد المستشري في قطاع التعليم، إذ عزت وزارة التربية في حكومة محمد الشياع السوداني اليوم الاثنين انهيار أحدى المدارس في محافظة نينوى، عزته إلى شدة الأمطار مبينة بأن المدرسة قيد الترميم ولم تستلمها من الشركة المنفذة. وقالت الوزارة في بيان لها بأنه بعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة نود التوضيح للجميع بأن المدرسة لا زالت قيد الترميم ولم تتسلمها تربية نينوى من الشركة المنفذة، مشيرة إلى أن أساسات الكرفانات سقطت نتيجة كثافة الأمطار. في غضون ذلك شكك رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببيان الوزارة وأكدوا بأن الفساد في عمليات تشييد المدارس الكرفانية يعرض أرواح الطلبة للخطر ويهدد حياتهم. دعونا نشاهد معا لحظة انهيار المدرسة في المقطع التالي الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. يعني لو كان فيها طلاب لكان يعني حدثت كارثة في هذه المدرسة الكرفانية. نبقى مع معاناة الطلاب ومن محافظة نينوى إلى محافظة الأنبار، حيث فاقمت الأمطار الأخيرة من معاناة طلاب المدارس في مدينة الرمادي، وقد ناشد طلاب من شارع البوخليفة في منطقة السورة التابعة للصوفية في الرمادي مركز محافظة الأنبار والتي يتواجد فيها أربع مدارس، نشد الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة بعد التحول الشارعي إلى بركة طينية بسبب انهيار البنية التحتية. لنشاهد هذا الطالب. سيد المحافظ أبو زيدون أن يبلغ هذا الشارع، وإحنا كطلاب كل موسم شتاء نغرق في هذا الماء، وأهالينا تغرق والبيوت تغرق. احنا عندنا اربع مدارس في هذا الشارع تحديدا. شو اسم المنطقه؟ منطقه السوره شارع البخليفه. وعندنا اربع هذه هي الصور تتكرر مع هطول الأمطار كل سنة. حال الطلاب في قضاء الشنافية بالديوانية بمحافظة القادسية لا يختلف عن أحوال الطلاب في نينوى والأنبار، حيث أظهر مقطع مصور الصعوبات التي يواجهها الطلبة خلال توجههم من وإلى مدارسهم بعد موجة الأمطار الأخيرة في ظل عدم تعبيد الشوارع وانهيار البنية التحتية. دعونا نشاهد قبل استعراض بعض تعليقات العراقيين على فيسبوك حول هذه الصور. هذا طريق مدرسة بشار النصر، هاي مسافة 100 متر ما نبلغها. معاناة المحاضرين كادر. إلى تفاعل الجمهور العراقي مع معاناة طلاب المدارس بعد هطول الأمطار
أحلام تقول أسوأ مدينة للأسف، حسبنا الله ونعم الوكيل، في نوابها صار 20 سنة، ماذا قدمت لها؟ ساهرة تقول هاي إنجازات الأحزاب السياسية الفاشلة الإرهابية كما سمتها التي قمعت الشباب بدم بارد. شيماء تقول المفروض ولا طالب يداوم ألا يلقون حل، يصير إضراب عن الدوام، تقول كافي مهزلة. رؤى تقول يا رب شنو ذنب هاي الأطفال، أبسط حقوقهم وهي الخدمات غير متوفرة. معنا أبو عبد الله من صلاح الدين، أرحب بك معنا أبو عبد الله. شاهدنا هذه المقاطع وهذه الصور، 20 عاما ولم تعمل الحكومة على بناء مدارس يعني جيدة مؤمنة للطلاب، ولم تعبد لهم الطرق. هكذا يقول، أهلا بك، هكذا يقول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. أهلا بك أبو عبد الله. أستاذ العزيز، نعم، هذا المفروض يتحاسب، أول ما يتحاسب يتحاسب المهندس المقيم على هذا البناء. نعم. وزير التربية، وزير التربية من وقتها نطى فلوس ونطى هكذا تجارة، هكذا تجارة. يعني أنت شنو والله باني مدرسة على قاع، مدرسة تبيع على قاع. نعم. يعني عشان لو تبني جسر شو تسوي؟ لو تبني بلد عمارة حالية، ولو هو هم بنوا العمارة هذه مال التحليلات الطبية بالبابات. نعم. ونهار وقع كأنما ما كرتون. يا حبيبي أنا إذا احتسيت تجد أنت تاخذها علي تقول والله غير نظام. يعني أنت وقف قدامك سيدنا الله يرحمه. الجسر الصعب قبل الساعة نفس السيارات مستمرة عليه، وكان بروح حصار. حديد ماكو، سمنت ماكو، كل شيء ماكو، يعني كلها حصار وحصار. والفلوس كانت ورق طبع، ورق من هذا الورق العادي الطبع. وانجاز صار انجاز عظيم. يعني انت ليش هسه كلها ماكو؟ كلها بدون سيطرة نوعية، بس شوفوا تعال الشيء بدون سيطرة نوعية. المهندس مرتشي، المدير مرتشي، المقاوم كلها مرتشية. من كبيرة لصغيرة. والباحث هذا السوداني طلع والله فلوس هاي المباقر. عمي في هاي المباقر، بس هاي المباقر انت مال 20 سنة، رجع لورا مال 20 سنة، رجع كاسيت ورجع. قد هاي كم آلاف المرات، آلاف المرات مباقر واحد. ومدرسة ميقرون فوح على قاع. يعني انت ارجع على وقت الثمانينات. لو قرروا الأرياف. والأمطار كانت أكثر. نزارة. بل قرروا الأرياف. مدارس طينية موقعت، شنو والله مدرسة كونتينر تلقى؟ يا أستاذ، يا أستاذ عمر خليك الله. نعم. يعني هذا تشذب عليه من عين تشذبون، هم جو يدمرون هاي الفئة، ماكو جو يدمرون البلد. يعني أتحدى واحد من عندهم يبني ويسوي إنجاز، يسوي صالح زين، وإذا خلينا نقول هذا يقول بفلان وقت بفلان عهد، احنا شو علينا رئيس وش علينا مسميات؟ أنت ما تروح؟ جاء السودان وجاء قبله وقبله وقبله، خليك تسوي لنا فريشي بناية حلوة، مدرسة، مستشفى، وخل تبقى. يعني قبل كم يوم، قبل كم حلقة طلعوا صلاح الدين، صلاح الدين والله ياخذون من الجامعة، هم يقولون جامعة تفيد، لا هو اسمه جامعة صدام. جاء والله بياخذ استثمار، بيعكوا شيء عمي، ما في شيء عمي، هذول آفات جت الحين كانت تقضي على الشعب. هذا استعداد، هذا هو ما خلينا نجتمع. وكنا ترى عندنا حصل علي الاستاذ العزيز، وعلى حسب المليارات، وافسد دائرتين، افسد وزارتين، الوقف السني والصحه، هذول افسد وزارتين. نعم. واني ممنون منك. شكرا ممنون ابو عبد الله من صلاح الدين، كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم ملفات هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان.
هو الماء الذي نشرب. وقف التصوير. أهلا بكم من جديد. وإلى ملف التظاهرات المطلبية، حيث أفاد مصدر أمني محلي في محافظة البصرة اليوم الاثنين بتظاهرات المئات من عمال بلدية المحافظة، مبينا بأنهم رفعوا خمسة مطالب لن يتراجعوا عنها حتى تتحقق. وقال المصدر بأن المئات من عمال بلدية البصرة ومن شريحة العقود قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية البلدية وسط البصرة، وأضاف بأنهم طالبوا بدفع الأجور والتثبيت وزيادة المرتبات ودفع مخصصات الخطورة وتوزيع قطع الأراضي. دعونا نشاهد جانبا من تظاهراتهم في المقطع التالي. في غضون ذلك طلب ناشطون وصحفيون من البصرة بإنصاف شريحة عمال البلدية في المحافظة والالتفاف لمعاناتهم ومظلوميتهم، كونهم يتقاضون أجورا قليلة لا تكفيهم وعائلاتهم في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد. وحث الناشطون والصحفيون العراقيون حثوا الجميع على مساندة هذه الشريحة المظلومة كما وصفوها، فنشاهد معا دور الشرفاء في البصرة ونصرة المظلوم وارتفاع كلمة الحق. الكوادر التنظيف أهلنا وناسنا بالبصرة، لولاهم تختنق البصرة. راح واحد يقول لي براتبه وأجره، لا عزيزي، راتبه وأجره قليل، مو استحقاقه 300,000، هذا مقدر ببقية البلدان. جاء الآن دور كلمة الحق بوجه سلطان نجار، الأخوة الصحفيين بدون استثناء ابتداء من البصرة إلى بغداد، الأخوة الناشطين بدون استثناء، الصحفيين، السادة مدراء القواطع، أوصيكم ها راح أكون مراقب، تنظرون نظرة أبوية وخلوهم كلمة الحق، خلوا كلمتهم ترتفع للسماء لله سبحانه وتعالى. السيد مدير بلدية البصرة سيد علي أترجاك بالحسين، أقسم عليك بجدك رسول الله أن تدرك الناس تأدي بكلمته، ولحد الآن أنت ما مقصر. السادة مجلس النواب العراقي المعنيين جزاكم الله ألف خير، وقفوا ويا هاي الناس، والله وتلوة الله هاي الناس مظلومة وراح تقربكم لله. صار أزيد من 5 سنوات و16 سنة يفترشون الأرض بالشوارع وعقود وحقوقهم مسلوبة وما عندهم ضمان لا لهم ولا لعوائلهم. نبقى ضمن إطار التظاهرات المطلبية ومن البصرة إلى العاصمة بغداد، إذ تظاهر الآلاف من المحاضرين المجانيين اليوم الاثنين أمام وزارة التربية في بغداد للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم. وبحسب مقاطع مصورة متداولة رفع المئات من المحاضرين المجانيين لافتات طالبوا من خلالها بالتثبيت على ملاك وزارة التربية، وأكد المحاضرون بأن نسبة كبيرة ممن شارك في التظاهرة جاء من المحافظات الجنوبية والوسطى بالإضافة إلى بغداد للمطالبة بحقوقهم، وسرعان ما استخدمت القوات الحكومية القوة في تفريق هذه الحشود الكبيرة من المتظاهرين بدلا من الاستجابة لمطالبهم، فنشاهد. عم شريد احنا شريد، ما هي التثبيت ماري وما هي التثبيت ماري، هاي اللحظة هاي اللحظة هاي اللحظة هاي شوف جاي سربينا من 4 الصبح طالعين ويحكون ورانا، ضربونا كل احنا اللي حكوا ورانا، ضربونا كل احنا بسبب هاي الزبايد. شوفوا شلون قاعد يحكون ورانا، ضربونا باعوا
كل شوي جاي يحقون ورانا ويضربونا. شوفوهم شوفوا شو قاعد يحقون ورانا، جابوا القوة مالتهم يحقون ورانا ويضربونا. ونبقى في العاصمة بغداد، حيث تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا أمام مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية في العاصمة للمطالبة بإطلاق استمارة التعيين الخاصة بهم وإطلاق الدرجات الوظيفية لهم. واستغرب المتظاهرون من التسويف والمماطلة الحكومية لمطالبهم على الرغم من تكفل القانون بتعيينهم. نشاهد جانبا من هتافاتهم قبل استعراض التغريدات على وسم الاثنين انتفاضة الشهادات الذي تصدر ترند تويتر في العراق بآلاف التغريدات، فلنتابع. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت الوسم الاثنين انتفاضة الشهادات. يقول دكتور سعد، يقول كل محاولاتكم ستذهب أدراج الرياح في إيقاف درجاتنا الوظيفية أو تعطيلها، لأننا عازمون على استرداد الحقوق ولا نريد سوى الحقوق. تغريدة من رنا تقول فيها، رنا محمد تقول مللنا الانتظار، نفس الكتب لم يتغير سوى التاريخ، نريد أفعال، لا يمكن إقناع أصحاب الشهادات العليا بمجموعة أوراق. تقول مطلبنا واضح، هو إطلاق الاستمارة وإنصاف هذه الشريحة المهمشة. نايا تقول لماذا كل هذا التسويف لحقوقنا المشروعة، تتساءل الاثنين انتفاضة الشهادات. معنا اتصال صباح من العاصمة بغداد، ورحب بك معنا صباح. إذن مطالبات مستمرة من قبل حملة الشهادات العليا، من قبل الخريجين، من قبل المحاضرين، حتى من قبل عمال البلدية بالتثبيت والتعيين. الحكومة، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. بحسب قانون الأمن الغذائي يعني كفل لهذه الشرائح بالوظائف على الملاك الدائم، لماذا تتأخر لغاية الآن برأيك؟ طبعا احنا اكو نعقب على ان دور الحكومة المركزية والسوداني واللي اعطى هواي قرارات، يعني يقول لك الدرجات التخصيصية والدرجات التعويضية. يعني صار 8 سنوات احنا نعرف كل الوزارات ماكو اي تعيين باستثناء المقربين من البرلمانيين والوزراء، هذول يتعينون، وهيئة الحشد الميليشياوية أكو تعيين عليهم، يعني الميزانية مفتوحة عليها كل هالسنوات. 8 سنوات أكو بكل وزارة درجات مال المتوفين والمستقيلين والمتقاعدين تصعد إلى مكتب الوزير، هاي المفروض يعوض بيها الوزير قانون سابق يعني وعملهم به من 2003 لغاية قبل 8 سنوات. المفروض بيهم هاي الدرجات التعويضية، المتقاعد والمفصول والمتوفي وأي عدة تسميات لها، هاي الدرجات المفروض هذول المحاضرين المفروض العقود يعينوهم، هذي بدون تخصيص مالي. أما 8 سنوات وزارة المالية، هاي الميزانيات احنا مال العراق اللي هي تقارب 100 مليار دولار، ما بيه تخصيص مالي لأي وزارة، يعني ما عينتوا 8 سنوات، شو تقولون الناس اللي جاي تتخرج؟ وزارة التعليم العالي اللي هي تخرج من كل الكليات والجامعات بغداد، وين راح يروحون دول؟ ما تفكرون بيهم؟ ماكو خطة ودراسة جدول إلهم، إن دول الطلبة الجدد المتخرجين والناس اللي عندهم حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه، ما تفكرون بيهم كدولة؟ لأن هم دول الحكومة العراقية ما تفكر في بناء دولة، هي تريد تعطل كل فواصل الدولة. يعني من العقود البلدية اللي هي بالبصرة صارت هاي المشكلة، صلاحية المحافظ علي العيداني، ونعرف احنا امكانيته وعلاقاته بمجلس الاعلى ومتحزب، انت تقدر تعينهم، ذولي ناس فقراء، ناس يعني ما عندهم شهوتهم البلدية يعني بسيطة جدا، زيادات الرواتب وهم عقود زيد رواتب من دون تعيين.
وشفنا احنا كل رؤساء الوزراء المتعاقبين من مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي وحيدر العبادي فتراتهم ما صار اي تعيين، ما عينهم اي شيء. وين تروح هاي الاموال؟ وين التخصيصات الماليه؟ وين وزاره التخطيط من كل هذه المواضيع؟ وانتم مو تخططون وزاره التخطيط للوزارات والمحافظين في بناء دوله، بناء بنيه تحتيه غير لكم ايدي عامله؟ ليش تجيبون الاجانب؟ البصره مليانه شركات اجنبيه، ليش ولد البصره اولى؟ اولى بكل هاي الوظائف والاموال اللي جاي تصرف على مشاريع من عرفها، ما مستفاد منها المواطن العراقي البسيط. يعني 100 مليار دولار ما تخصصون لحمله الشهادات والناس اللي تخرجت اللي اهاليتهم تعبم عليها تعبم عليهم، ما تعينوهم بوزارات في سبيل تفعلون هاي وزاره الزراعه او اي وزاره الكهرباء او غيرها وتخلون دول الناس اللي تخرجوا موعدهم علم ان يخدمون البلد، لكن هم يريدون بس الميليشيات والحشد يدعموها فقط، ما يريدون دوله مدنيه، يريدون دوله ميليشياويه يدعموها بالسلاح ويدعموها بالاموال ويدعموها بالتخصيص المالي لهيئه الحشد. اما الوزارات الخدميه مواقف التعيين عليه. نعم. يعني المحاضرين واللي عندهم عقود المفروض بهم يتعينون على وزاره التربيه في سبيل يسوون عقود ثانيه للناس جدد يهم يتاملون في سنه او سنتين على القانون الموجود انهم يتعينون على الملاك الدائم، لكن كل الوزراء اللي جنبي هم ناس مو اكفاء. اللي عندهم مواصلات يتم تعيينهم، لكن اللي ما عندهم بس عنده شهاده وما يقدر يدفع اموال للتعيين هذا شنو مصيره؟ لا اكو مرجع يطالب ولا اكو خطباء جمعه يدعو يعني يطالبون بهذا الشيء، ولا قاده الاحزاب ولا قاده الكتل ولا البرلمانيين وصاعدهم من كل هاي المحافظات. صباح كان معنا من العاصمه بغداد. نذهب الى ملف اخر، حيث باتت تلال النفايات التي تتصاعد منها الروائح الكريهة والسامة في مناطق التمر المنتشرة في غالبية مناطق العراق مصدر الرزق الوحيد لآلاف الأشخاص الذين يرى الجميع كيفية نبشهم في النفايات ضمن عمل يومي شاق جدا يجبرون على تأديته بسبب أوضاعهم الاجتماعية السيئة، ويعرضهم لمخاطر صحية كبيرة قد تهدد حياتهم. وعلى الرغم من امتلاك العراق لاحتياطات كبيرة من النفط والغاز، تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن نسبة 25% من المواطنين تعيش تحت خط الفقر، أرقام طالما شكك بها مراقبون مؤكدين بأن نسب الفقر تفوق الأرقام الرسمية وتصل إلى 40%، فيما تفيد إحصاءات منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة يونسيف بأن 23% من الأطفال العراقيين الذين يقدر عددهم ب3,400,000 يعيشون في فقر مدقع ضمن دخل يقل عن دولارين يوميا. دعونا نشاهد معا هذه الصور التي تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأطفال وهم يبحثون عن قوت يومهم بين أكوام النفايات. نبقى مع مشاهد البحث بين أكوام النفايات. وتوزع الحكومة رواتب على شرائح محددة من الفقراء وفق قانون الإعانة الاجتماعية الرعاية الاجتماعية كما هو معروف في العراق، حيث يبدأ سلم الرعاية من 50,000 دينار للفرد الواحد وصولا إلى 120,000 دينار نحو 100 دولار للعائلة المكونة من 6 أفراد. وعلى الرغم من أن هذا المبلغ زهيد ولا يؤمن حاجة الأسرة العراقية، فإن معظم الذين يبحثون عن قوت يومهم في مكبات النفايات لا يتقاضون حتى رواتب من شبكة الرعاية الاجتماعية بحسب تقارير صحفية. ويتحدث هؤلاء عما وصفوه بمحسوبيات وفساد يشوب ملف الإعانة الاجتماعية، وأن الكثير ممن يتقاضونها من ميسوري الحال بينما يحرم منها الفقراء. صور أخرى تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي لعراقي يجمع قوت يومه بين أكوام النفايات، فلنتابع هذه الصور. هذا الوضع بالعراق
طبعا عبر عراقيون عن غضبهم واستهجانهم من هذه الصور، ومنهم من علق وقال كأم يزن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، بكل واحد فاسد يقبل على الشعب الجوع. أما مصطفى محمد فقال سبب دمار الشعب هم السياسيون الأوباش كما أسماهم مصطفى، لو كان عندهم رحمة على الشعب لما وصل لهذا الحال، بس حقهم ملتهين بالبوق والسفرات. ضياء منصور سلمان الركابي يقول الأحزاب والمرجعيات ما تقبل يعيش العراق الرفاهية، أفقر البلد باسم الدين والقدسية. تعليق آخر من رونق عبد الإله الشمري تقول العراق الذي يعتبر من أغنى البلاد العربية بثرواته النفطية والطبيعية أوصله السراق والمتآمرون والميليشيات المسلحة إلى الحضيض. نعم، معنا اتصال أبو عمر من العاصمة بغداد. أبو عمر، يعني مشاهد متكررة يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي لأطفال ورجال ونساء يبحثون عن قوت يومهم بين النفايات، ماذا ينقص العراق حتى ترتفع نسبة الفقر وترتفع هذه المشاهد بين أكوام النفايات؟ أرحب بك معنا أبو عمر من بغداد. حياك الله. حياك الله أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك. وثلاث الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ عمر. إحنا نعرف أن شريحة الأطفال عندنا بالعراق من هذه الوكالة لحد الآن الأطفال قاعدين بيزدادون نسبتهم نسبة كبيرة جدا، وعندنا الأطفال العراق اللي موجودين اللي أغلبهم اللي لا مدارس، إنه بنت مدارس على مود تحويهم يدرسون، لا أكو من وزارة التعليم اللي يشوف هاي الأطفال سبب الأطفال ليش إنه كثرة قاعد نشوفهم بالكاميرات وبالإشارة الضوئية وكافة يعني من يعني الأعمال الحرة اللي قاعد نشوفهم مثل الجوال الفايات جزاهم الله، يعني سواء يدورون على فافولة ومواد البلاستيك من هاي المواد اللي هم توصل للأمراض لهم، وعندنا زيادة نسبة الأمراض من أصلا عندنا في العراق زيادة كلش يعني كبيرة وصلت، لأن وزارة الصحة ولا كل الوزارات اللي تدعم على هاي الأطفال اللي سبب حرمانها من المدارس ومن أبويها ومن العائلة العراقية بسبب الضعف بسبب الفقر بسبب العوز بسبب كل الأمور اللي تتكون مدارس ولا يوجد انه لهم تعليم يتعلمون ولا لهم حضان اطفال انه يليق بهم بعوائلهم، يكون سبب هاي الاطفال ليش انه قاعد تدور نفايات، ليش بنشوف الكثره في الاشارات الضوئيه اللي قاعد اطفال انه بلا رواتب بلا تعيينات بدون ان تضمهم هاي الحكومه الفازه لنا في الوقت اللي حد ذات، هاي كلها تتحملها الحكومه العراقيه. نعم. فللأسف ما لا الحكومة العراقية أفضل تعليمات الكبار ولا للأطفال، كلها بس سرقات عندهم، كلها بس يحاولون أن يكثرون يعني كثرة الأحزاب اللي عندنا، بس همهم المال وهمهم أن يطلعون فلوس من الخارج مجرد أن يكون لهم حياة يتأملون بها لأطفالهم وعوائلهم. أيضا من أطفالكم أولادكم من عراقيين، يعني ليش ما تنظرون لهم الحالة مستوى لهم رواتب مستوى لهم حضان الأطفال مستوى لهم غياب الأطفال، نعم هاي الأطفال والخزي والعار يرجع للحكومة العراقية والحكومة المركزية من جانب يشوفون هاي الأطفال بكثرة عندنا وسببها أنه الحرمان وسبب المادة وسبب الضعف والحال اللي بيصير الطبقة العراقية. فإحنا مهما كانت هذه اللي نشوف الأمور اللي كانت صارت ماكو ما يصير عندنا حال إلا يزاحد هاي الطبقة الفاسدة وتغيير هذا النظام الفاسد اللي لا عنده غير على شعبنا ولا عنده غير على الأطفال ولا عنده غير على الناس. شكرا لك أبو عمر من بغداد كان معنا. نذهب إلى الهاشتاج حيث سالت موجة من السخط والاستهجان بين موظفي الدولة من بعد تأخر صرف رواتبهم في الموعد المحدد. وقالت اللجنة المالية في البرلمان بأن وجود مئات الآلاف من الفضائيين وذوي الرواتب المزدوجة هو سبب تأخر صرف رواتب تشرين الثاني. وبطريقة تهكمية أشار عراقيون بأن الأموال التي عرضها رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني هي أموال رواتب الموظفين المتأخرة. دعونا نستعرض معا عددا من التغريدات التي جاءت على وسم
استعرض برواتب الموظفين أو استعرض برواتب الموظفين. عبد الله الجبوري يقول السوداني جامع رواتب الموظفين اللي لحد الآن ما مستلمين راتب ويستعرض ديهم، انتوا وين لقيتوا هاي الكلاوات؟ أما هيام فتقول الموظف البسيط اللي عايش على هالراتب يحسب يوم يوم حتى يستلم، والسوداني آخر الرواتب حتى يطلع بهالصورة. أتخيل نفكر بالموظف اللي عنده أطفال مدارس مريض، والله أكبر عليكم وعلى كلاواتكم. أما تغريدة من الثائر الشبلاوي يقول فيها رسالة أخيرة للإطار التبعي، إذا خلصتوا جلسة التصوير رجعوا فلوس الموظفين، لين العالم ظلت تاكل تراب صار لها 7 أيام. حسين الحساني هو الآخر غرد تحت هذا الوسم وقال هذا جيرانا مواعد ابنه، يقول جيراننا مواعد ابنه يشتري له بايسيكل ويستلم الراتب. اليوم اجل الولد الأبو قال له بابا وين البايسيكل، أبو قال له بابا الرئيس الديش الفصيح كما أسماه ماخذ الرواتب يطق وياهن صورة ويضحك. حسين الحساني. نذهب إلى انفوغرافيك. قضية مجزرة جسر الزيتون لن تكون في طي النسيان، هذا ما يؤكد عليه متظاهرو الناصرية ويعتبرون القصاص من قتلة المتظاهرين قضية حق وإنصاف لمن قدموا أرواحهم في سبيل نيل الشعب العراقي لحريته وكرامته. وكانت القوات الحكومية بقيادة الفريق الركن جميل الشمري شقيق وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري قد ارتكبت في 28 من تشرين الثاني عام 2019 مجزرة ضد متظاهري تشرين في الناصرية، راح ضحيتها أكثر من 120 متظاهرا بين شهيد وجريح، فيما أغلقت اللجنة التحقيقية التي شكلتها الحكومة السابقة ملف القضية بذريعة عدم وضوح مقاطع الفيديو المتداولة وعجزها عن تحديد هوية أفراد الأجهزة الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، بعدين أجلت لمرات عدة محاكمة المتورطين فيها. مزيد من التفاصيل حول المجزرة في سياق الانفوغرافيك التالي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. دعونا نتابع. رحم الله شهداء العراق. إذن عرضنا معكم أعزائي المشاهدين اليوم العديد من الملفات، منها ما يخص معاناة النازحين كما أورد مرصد أفاد الحقوقي بشهادات وأرقام وصور، وكذلك تحدثنا عن معاناة الطلاب في المدارس العراقية، صور عدة يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد هطول الأمطار وتعرض الطلاب لمعاناة أخرى وهي
إما انهيار المدارس أو الطرق الطينية. ملف آخر وهو ملف التظاهرات المطلبية، طالب عمال البلدية في البصرة طالبوا بالتثبيت على الملاك الدائم وتوفير المخصصات المالية وكذلك القطع الأراضي. الهاشتاج كان حول تأخر رواتب الموظفين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.